ومعاكم عزوز مونجي، فيديو جديد في يوم السبت 7 ذي القعده. قبل ما اتكلم في اي حاجه حبايب اشتركوا في القناه واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوه مع تفعيل الجرس. هتكلم النهارده عن السعاده والحزن. دلوقتي انا كعزوز وطبعا معايا شخص قدامي او سواء صاحبي ولا اي شخص كان، طبعا انا دايما احب ان انا اسعده اقول له كلام يفرحه. ما فكرتش ان انا مثلا انكد عليه او اقول له كلام يجيب القرف والهموم والاحزان. طبعا انا كعزوز واحد كواحد من الناس اللهم لك الحمد احب ان انا اسعد والكلام يفرح، والشخص اللي قدامي ده مثلا دايما يقول لك كلام نكد، كلام فيه اخبار موت وكلام حزن وكلام هموم وقرف. عايز اقول هل ده صح ولا غلط؟ يا جماعه اعملوا لايكات، وعايز اقول لكم كفايه نوم عندي في القناه، اتفعلوا وكفايه نوم. انا كل مره ايه بفكر اعمل فيديوهات جديده. خلينا في المهم، زي ما انا بسعدك اسعدني، زي ما انا بقول لك كلام حلو قول له كلام حلو. ما تجيش على البال او على العقل ان انا اسعدك باستمرار ولا كلام يفرحك باستمرار وانت تديلي كميه من الحزن وكميه من الهموم والامراض وكلام يجيب الامراض الضغط والسكر. طبعا ده غلط، ده غلط. انا كاستاذ في علم النفس ده غلط على صحتك النفسيه والعقليه والجسديه. اي شخص يجيب لك الامراض الضغط والسكر والقلب اوعى تعتبره صديقك او اوعى تستمر معاه. دكاتره في علم النفس او دكاتره في القلب والضغط والسكر قال لك اوعى الحزن، اوعى الحزن الزياده، واوعى تخلي حد يجيب لك الامراض. لازم يكون في كلام حلو باستمرار وكلام يفرح باستمرار وتقول اخبار تفرح، بس كل ما يجي شخص يشوفك يبدا على مدار السنه ولا مدار السنين يقول لك اخبار فقريه تنكدك. ده غلط. احنا بنعلم الناس وحبينا نعرفكم ان ده غلط. يا عمي اللي عنده حزن ويحب الحزن ويحب النكد قول خليها مره واحده، اما نكد كده باستمرار على طول وحزن كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ده انت تدمر نفسك بنفسك وابتعد عن الاشخاص اللي يجيب لك الامراض والضغط والسكر، لان ده غلط عليك، ممكن لا قدر الله يؤدي الى الوفاه بسبب كميه الهموم وكميه الحزن. كده بقول لك ده في سبب بيقولهم ضغط وسكر بسبب هموم الدنيا وقرف الدنيا. عشان كده بقول دايما ايه لازم نسعد بعض ولازم نفرح بعض بقدر المستطاع. وبس، وشكرا لكم.